بس بقصد أهمية تطوير حتى طرق السلام من بدري، يعني يكون في تطوير والتخطيط سليم قبل ما ينشأ الطريق. صحيح انه هو كيف بتشوف المطلوب شنو يعني؟ المطلوب الناس تبدا في الاول صح عشان تنتهي صح. ايوه دي ببساطه كده عشان المشاهد يفهمنا، ان اذا الوزارات والجهات المسؤوله هذه كلها والتزمت بالخطه الموضوعه لتشييد هذا الطريق حتنتهي بطريقه صح، واي مستخدم للطريق حيستخدمه وفق المطلوب بطريقة آمنة ويسير في الطريق إلى أن يصل إلى وجهته الأخيرة. طب أديك مثال، مثلا ما شاء الله طيب. المملكة العربية السعودية الآن في تنسيق في الحتة بتاعت الأسلاك وبتاعت ناس الكهرباء وناس الموية، ما بتحس أنه أصلا عاملين، لأنه بيكونوا طوال عملوا طريق فرعي أو طريق جانبي أنك تمشي به، وهم بيتم التصليح بعلب علب موضوعة، سواء كانت كهرباء أو موية بتفتح وتقفل، يعني الشغل منظم زي ما انت ذكرت، لا بد من التخطيط قبل حتى ما ينشا الشارع يعني. صح، اتمنى برضو يعني نستفيد من تجربه المملكه العربيه السعوديه في التخطيط وانشاء المدن وانشاء الطرق. يعني كلنا لاحظنا هنا في اي مدينه اذا تم تخطيط اي مخطط مثلا سكني او تخطيط اي طريق، الجهات كلها بكون بانها تنسيق، سواء كان البلديه، سواء كان وزاره النقل، سواء كان يعني الإدارة العامة للمرور، سواء كان الهيئة الكهرباء، أي جهة عندها علاقة بتخطيط وبتنظيم طرق بتلقى كل هذه الجهات اشتغلت، وأي جهة عارفة اختصاصها تماما قبل ما الجهة الثانية مثلا تجي تشتغل. مثلا الطريق إذا افترضنا أنه أول ما يتم تسويته بيتم الحفر، وبعد ذاك بتجي المادة والخرسانة المادة الأساسية، وبعدها بيجي مادة الإسفلت.